الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم وأنا ما قد غبت ولا يوم ولا غبت. ألا كان ألا كاني مريض كاني مريض أبعد في بيتي ما أروح مستشفى ما أروح مستشفى أبدا أبعد في بيتي لين الله يشفيني. الزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطيني قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبانة يعني فلان ما كنت مريض. ما لا ما آه ما تشوف. زقني وطحت على جنب وشقت الوجه. لا لا لا. لا شقت الوجه. هل قديش ما تفي في ذي. ولا ما قد خلاص غير شال وطلع. شالوني للشجر وما قصر والعسكر جزاهم الله خير. شالوني وصليت الفرض وأنا قاعد ودوني البيت. من البيت ودوني المستشفى عيالي ولا أنا مجري عن نفسي ولا رمضان مقبل باقي ثلاثة أيام قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات قال لا أصوم الحين تفطر بعدين تفطر انت قلت طيب بس غلق برنامج وروح شيل شيل أوراقك. قال ايش قلت قال هارب قلت هاربين مرة أنا معني أنا ميقن بالله إن الله يشفيني وشالوني وشالوني وليدي على متكينة ليه رجعني البيت يوم رجعني البيت وأنا أخذ أمان الله بيبا تمنيت إني بس أبعد ثلاثة أشهر ما أدري بعدين إن الحمد لله صبرت يوم 21 في رمضان لو صلي الفرض الجمعة وقاعد سبحت وجاتني نعسة كذا وأنا متكي كذا نعسة وجاني واحد قلت حياك الله يا أبو فلان قال أنا ماني أبو فلان أنا تو بعمر ما شفت من الحوم شيء وجاء ولصق على جنبي هنا على يسارها يا شهد الله ولبى وجهه زي ما نفكر أنا اللي قعدت ما قدر لا مستقبل ودخل واحد ونقطعنا نوبة بس كنت ويوم مني صحي قلت يا رب أيضا خجبي إنه ملك قلت يا رب يا جابع العظمة كثير أجبر لي عظمة وبشرك من ما بين صلاة العصر والظهر وأنزل الناس يتصلي أكبر يا أخي خليك مع الله يا عبد الله ينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله من كل داء وينجيك الله ولا دعيت يستجب لك ولا انتخيت ويعينك ولا طلبت يعطيك ما هو بخيل يده مبذولة بالعدى بالعطاء أنا الليل وأنا النهار الله أكبر يا أخي تفكر يا أخي اللي سمع الله سبحانه وتعالى سمع دعاء ذنون في بطن الحوت واستجاب له وانجاه وتفكر فأيوب اللي مسها المرض لين حتى الدود مشى على شفت ربي إن مسجد الضر وانت رحم الراحمين ما قال ربي يجد حق عمارة ولا عمارتين أشفاه الله الله أكبر وهذاك جاه الله دعوه ومزلوا حقه وأقرب إليهم من كل شيء تفكر يا عبد الله في أمور كثيرة تفكر أخواني أيها الأخوان تفكروا كيف الله جمل الأرض وجبالها وبوديتها وبنهارها